وهعمل غدا ايه النهارده؟ ماشي، ممكن اعمل لهم النهارده مكرونه ولحمه. ايه ده النهارده صحيح عندي الرحله بتاعه الحضانه. يلا يا ام عشان تصحي، انت اتاخرتي جدا. يلا يا جوليان، انتوا لسه نايمين؟ لا يا هنا، انا صاحيه في السرير. يو ده زدت ان انا صحيهم، يعني كده عايزين هما يفطروا، لسه عندهمش فطار. ماما صباح الخير. صباح النور، ازيك يا هنا؟ انا اتاخرت جدا على المدرسه ولازم امشي بسرعه. اوكي ماشي يا حبيبتي، باي باي، خلي بالك على نفسك. اما اروح اصحي اما يا اما اتاخرتي جدا يا اما، عندك رحله النهارده. يلا عشان ما تاخريش على الرحله اكتر من كده، هيمشوا ويسيبوكي. انتي جاهزه ولا لسه؟ ايه ده، نسيتي الرحله بتاعتك النهارده يا اما؟ اوه يا مامي، ده انا نسيت خالص، انا عايزه الحق احضر حاجتي بسرعه عشان خاطر اروح الرحله. ما تقلقيش ما تقلقيش، انا هوديكي بسرعه. روحي بس اغسلي اسنانك واغسلي وشك وصلي الصبح، بعد كده تعالي هنا البسي هدومك. يلا معلش احنا اسفين على التاخير قوي، بس اما راحت عليها نومه. لا مفيش مشكله، العيال كلهم جاهزين عشان نروح الرحله بتاعت المتحف بتاع الصلصال الذكي. اوه كلنا جايبين معانا سويت قد كده عشان هناكلها في الطريق. الله يا بختكم. انا كمان جبت سويتس بس مش كتير عشان مامي اتاخرت. ما تقلقوش انا جايبه لكم معايا سويتس لكل الناس اللي ما جابتش سويتس. اوكي ايه، بنحبك جدا يا ميس انشراح. يلا بقى عشان بس مستنينا بره. باي باي يا ياما، خلي بالك على نفسك، انا حاطلك فلوس في الشنطه. ماشي ماما، ما تقلقيش، لو عاوزت حاجه باخد من الفلوس دي، بس عاده مش بصرف منها. انا مبسوطه جدا يا امري ان احنا هنروح مع بعض، انا بحب جدا الرحلات وكمان خصوصا الصلصال الذكي. يلا يا جماعه يلا، احنا متاخرين جدا، لازم نلحق بسرعه. ماشي حاضر. فين الباص يا جماعه، فين الباص؟ يلا يا جماعه، كل يجي هنا يعمل لي طابور، يعملوا لي لاين وان باي وان، كل واحد ورا التاني عشان نركب الباص، وكل واحد يبقى حافظ مين اللي وراه ومين اللي قدامه عشان ما ننساش حد هناك. اوكي لو حد لقى زميله مش موجود يا ريت ان هو يبلغني. ماشي حاضر يا ميس، ما تقلقيش، كلنا هنجري وراكي ونعمل كل حاجه. ايه يا جماعة، تعرفين احنا هنشوف هناك ايه؟ ده بيقولوا عليه ان هو متحف مرعب جدا، انا سمعت كمان ان هو متحف كبير قوي. طيب خليكم بقى ماشيين ورايا عشان نوصل. اهلا اهلا بيكم في متحف الصلصال الذكي. اوه بصي ست لابسه ايه اصلا، دي شكلها جامد جدا، دي شكلها فعلا تحفه. الله مش بقول لكم فعلا المكان شكله يهبل، انا مش عايزه امشي منه. واو كل دي حاجات صلصال ذكي، ايه ده ايه ده ايه ده، ده عالم كبير جدا. هنخلص ايه ولا ايه؟ والبول الفظيع ده يا ريتنا جبنا معانا المايوه، انا مش دلوقتي مش عارف ان احنا ننزل فيه، يا خساره. يلا يا بنات روحوا بقى العبوا، ده هنمشي من هنا الساعه 3 بالظبط. ايه ده، الحمد لله ده لسه 3 ساعات، عايزين نقعد نلعب بقى ونفرقهم. ونفتح لهم بقى الغطيان عشان يقدروا ان هم يلعبوا في كل انواع الصلصال الذكي اللي عندنا. انا عارفه انتي لسه صغنونه، فخليهم هم يلعبوا لوحدهم ويطلعوا فوق الجبل وينزلوا البول. الله بص الصلصال الذكي كتير ازاي، واو ده في كمية هنا صلصال ذكي حلوين قوي. ايه ده، وكل واحد ليه نوع مختلف، في الأورنج والذهبي والبينك، كل واحد يقدر يلعب بصلصال الذكي اللي عاجبه. يلا بسرعة انتشروا. ايه انا مبسوط اوي، العيال انبسطوا في المكان هنا، ده المكان شكلهم مجننين عليه. انا عايز انزل البول قوي بس مجبتش معايا مايو، مش عارف ممكن لما نكون ننزل الصلصال الذكي ما نتغرقش. يلا يا جماعة الحقوا العبوا بقى في الصلصال، كل حاجة ممكن تشكلوها هنا من الصلصال وممكن تلعبوا بيها كمان. واو مش بقول لكم اللي عنده هنا اي سؤال عايز ان هو يسألني يسألوني. هو انتوا بتجيبوا من الصلصال الذكي ده منين، وبتعملوه ازاي، وبتحطوه فين؟ دي اسئلة كتير جدا. احنا عندنا مصنع هنا بيعمل الصلصال وبنحط فيه الوان مختلفة، وبنحط فيه مثلا يا اما كور فوم يا اما كليتر، ممكن يجي يفرجكم
دهنا الصلصال الذهبي، بنحط فيه ذهب زي ما انتوا شايفين عشان يكون شكله بيبرق كده. الله ده لزج قوي وفعلا لونه جولدي كمان. مش بقول لكم ده هنا قيم جدا، بيبقى غالي قوي وبياخد كتير في ان احنا نصنعه. اوكي ده برضو بنحبه قوي قوي قوي. الله وفي هنا ده صلصال شفاف بس بيبقى معاه كور فوم، في كور فوم بيضة في كور تانية ملونة. واو انا بحب كده انا الصلصال اللي فيه كور الفوم ده، بيبقى ريلاكسينج قوي. هلا وانا كمان بحبه قوي بس انا مش هينفع العب فيه، انا بخاف من الصلصال الشفاف. انا اعتقد ده بالفلتر صح؟ ايوه. وعندنا تاني صلصال تاني بالفلتر، وعندنا الوان واشكال كتيره مختلفه تقدروا تلعبوا بيهم. واو لا المكان هنا فعلا تحفه، مش بقول لكم المكان هيعجبكم جدا. الله ده شكله فعلا مكان حلو قوي، وكور الفوم هنا اتجنن. وانا مبسوطه الصراحه في السلسلة اللي فيه كليتر. انا بحب لون البامب قوي، انا هنط في اللون البينك بس ده مش بينك ده احمر، ده لون البينك هنا اهوت. انا خدت حته من السلسلة الذهبي معايا عشان اوريها لمامي. بس انشراح احنا مبسوطين هنا جدا ومش عايزين احنا نمشي، ممكن تخليني هنا تاني؟ لا مش هينفع، في حد مش موجود. ايه ده هي اما راحت فين؟ اما تعالي هنا، ده ما ينفعش بسين ده تنزلي فيه، ده للكبار مش لسنك. لا يا ميس انا هاخد غطس بس، انا بحب جدا ان انا انط في السلايم ده. واو بص كل الناس اللي فيه كبار اهو وشكله يجنن. ايه ده اما واحد في الصلصال الذكي، الحقوني الحقوني حد يلحقها، الحقوها الحقوها حد يلحقها، انا وقعت في الصلصال الذكي حد يطلعها، الحقوني انا مش عارفه اخرج ولا عارفه اتنفس. طب استني يا اما، احنا طلبنا السكيورتي طلبنا الامن وهم هيساعدوكي. انا معايا حته الصلصال ذهبي ممكن دي تقدر ان هي ترجعها. يا لهوي في بنت وقعت في الصلصال الذكي البول بتاعه، هكلم بسرعه البوليس والاسعاف عشان يجوا يطلعوها. طلعوها بسرعة يا ربي يا ربي طلعوها. أما فين أما فين، حد عارف يطلعها؟ أما فين؟ آه بجد أنا مش قادرة أصدق نفسي، الحمد لله إنهم عرفوا إن هما يطلعوها. أنا بجد كانت أعصابي تقع في رجلي، أنا مبقتش قادرة. أنا رجعت حتة الذهب تاني عشان كانوا بيدوروا عليها، مفيش أي مشكلة صح؟ يلا نمشي يا جماعة، المكان هنا مش عاجبني خالص، ده في بوليس وفي ناس كتير جاي. يلا نمشي. ايه 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 امشي الصالة هنا يجنن. ووهو لا اطلعوا بقى يلا عشان هنمشي. فين الباص؟ حاضر يا ميسي احنا طالعين، ما تقليش ما حصليش حاجة، عرفت ان انا اتنفس. ووهو